وللاطلاع على سير الاقتراع في انتخابات الكنيسة تنضم إلينا مراسلتنا زينة صندوقة من مدينة الناصرة في الداخل المحتل. زينة، ضعينا في صورة الأجواء لديك وكيف تسير عملية الاقتراع؟ مساء الخير لك مهند. يعني نحن نتواجد في منطقة شفا عمر في الجليل الأسفل، حيث المقر المركزي للقائمة العربية المشتركة. هنا تم رصد خلال النهار نسب التصويت في العملية الانتخابية، وأيضا بعد قليل سيتجمع أعضاء القائمة العربية المشتركة لإطلاق النداء الأخير وحث الفلسطينيين للتصويت في مراكز الاقتراع للقائمة العربية المشتركة. يعني مهند، بداية، لماذا شفا عمر؟ أولا لأنها تقع بالمركز موقعها الاستراتيجي. صحيح أنها قضاء حيفا تبعد عنها 20 كيلومتر، ولكنها أيضا تبعد عن كل من عكا والناصرة 20 كيلومتر، بالإضافة إلى التعداد السكاني 40 ألف مواطن فلسطيني يسكنون من ثلاث طوائف مختلفة في شفا عمر. دعوني ألخص لكم اليوم الانتخابات أو اليوم الانتخابي لانتخابات الكنيسة في دورتها 23، وهي تعد ثالث انتخابات تجري ثالث انتخابات برلمانية تجري في أقل من عام. 29 قائمة شاركت في هذه الانتخابات، وهو العدد الأقل منذ سنوات طويلة نظرا لتكرار الانتخابات بعد الفشل في تشكيل الحكومة، وأيضا على ضوء التكلفة المالية. يعني ثلاث جولات انتخابية بالأمر المكلف بالنسبة للقوائم المرشحة. يعني أيضا 6.5 ملايين من أصحاب حق الاقتراع سيدلون اليوم بأصواتهم أو أدلوا بأصواتهم، بينهم نحو 1 مليون عربي، وهم يشكلون 20% في الداخل الفلسطيني المحتل. يعني توجهوا للإدلاء بأصواتهم في نحو 10,600 صندوق اقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 7 صباحا، وستستمر حتى الساعة 10، أي بعد أقل من ساعتين سيتم إغلاق صناديق الاقتراع. بالنسبة لنسب التصويت مهند، دعني أوضح بأن عند الساعة 10 بلغت نحو 14.5%، كانت أقل ب5% من الانتخابات السابقة، ولكنها ارتفعت عند الساعة 12 ظهرا لتصل إلى 27.6%، وبعد ذلك ارتفعت ارتفاع آخر ملحوظ عند الساعة 2 من بعد ظهر هذا اليوم، وبلغت 38.1، وكانت تعد يعني نسبة التصويت الأعلى منذ انتخابات عام 99 باستثناء عام 2013 التي تجاوزتها بنسبة 0.2%. عند الساعة 4 وصلت ل 47%، أي بزيادة 2% عن الانتخابات السابقة. يعني آخر نسب تصويت بلغت قبل قليل فاقت 60%. على أي حال بالنسبة للقائمة العربية المشتركة، دعني أوضح مهند بأن كان هناك ارتفاع ملحوظ من قبل الشارع الفلسطيني هنا في الداخل الفلسطيني المحتل لدعم القائمة العربية المشتركة. فكما تعلمون يعني نتنياهو في السابق كان يحرض ضد العرب، وهذا استنهض الفلسطينيين للتصويت ورفعوا من نسبة التصويت في انتخابات نيسان من 50% إلى 60% في انتخابات أيلول، وكان العرب لأول مرة منذ تاريخ الانتخابات الصهيونية هم من رفعوا نسبة التصويت العامة. يعني يتوقع أن تصل نسبة التصويت للقائمة العربية المشتركة 65%، ولربما تستطيع إسقاط نتنياهو من تشكيل الحكومة. يعني بالنسبة لآخر استطلاعات للرأي، لا تختلف في تكرار المشهد ذاته الذي أفرزه انتخابات أيلول الماضي، بأن يكون هناك تعادل بين الحزبين الكبيرين الليكودي اليميني المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو وأزرق أبيض كحول لافان بزعامة بني غانتس، مع التوقع بأن يكون هناك في تفوق طفيف لحزب الليكود بقيادة أو بزعامة بنيامين نتنياهو. الكل أجمع على وصف نتنياهو في هذه الانتخابات بأنه زعيما للمافيا بنيته سرقة السلطة، وأنه حسب المحللين يعمد على مستعد أن يحرق الدولة للحصول على مقعد أو مقعدين إضافيين. فريق أزرق أبيض كان فهم أنه لن يستطيع اللعب على وتر القضايا أو قضايا الفساد الموجهة لنتنياهو، فتبنى بنود صفقة القرن وأعلن موقفه من مرتفعات الجولان السوري المحتل وأيضا غور الأردن وشمال البحر الميت بأنها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. نعم زينة، إذن بما يخص الانتخابات هناك إقبال كبير من الداخل الفلسطيني على المشاركة بهذه الانتخابات. زينة صندوقة، كنت معنا من فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لك.